السهولة التواصل ومعرفة أخبار أصدقائك الموجودين في أي مكان وفي أي دولة على نطاق العالم بأكمله. ولو عدنا عبر الذاكرة لنسترجع كيف كان التواصل قبل فترة زمنية قصيرة من الزمن، لوجدنا أن ما نعيشه اليوم هو بحد ذاته نقلة نوعية في مجال الاتصال والتواصل الاجتماعي. ولكن الأمر الذي أريد أن أتطرق إليه في تحقيقنا هذا التأثيرات السلبية الناتجة من استخدامنا للفيسبوك على علاقاتنا الأسرية وعلى لغتنا العربية. والآن سوف نتوجه لبعض الطالبات لكي نسألهم بعض الأسئلة المهمة في هذا التحقيق. السؤال الأول، عندك أكاونت على الفيسبوك؟ أنا عندي أكاونت على الفيسبوك. أنا ما كانش عندي أكاونت وما فكرتش إن أنا أعمل أكاونت خالص. أنا عندي أكاونت على الفيسبوك. السؤال الثاني، تستخدمي في إيه؟ بستخدمه تقريبا على طول، بس هو مش اغلب الوقت، يعني مش بياخد من وقت كتير. بس انا شايفه ان الفيسبوك حاجه مهمه يعني في حياتنا، او ان هو مفيد، مش شايفه ان هو مضر قوي زي ما بيقولوا كده، لان انا بدخل في جروبات، بشوف جروبات تعليميه حاجات مهمه بنستخدمها، يعني في جروبات لثانوي، في جروبات مثلا بيبقى فيها اسئله تعليميه وحاجات كده. فانا بحس ان الفيسبوك برده على قد ما هو مثلا بيقولوا مضر، بس انا شايفه، يعني انا شايفه ان هو ليه تاثير سلبي زي ما هو برضو ليه تاثير ايجابي، بس انا شايفه ان التاثير السلبي اكتر. الناس دلوقتي بتستخدمه في حاجات مش كويسه، فخايف احسن ده ياثر عليا انا اصلا برضو، ان انا ممكن يعني في يوم من الايام ممكن حد يعني ما كده او اي حاجه ان يخليني برضو ان انا اتبع الطريق اللي مش كويس ده. استخدمه ان انا بعرف الاخبار الاجتماعيه والفنيه وبشوف اراء الناس فيها، في منهم بيختار الاراء المنطقيه وفي ناس بتتكلم عن نفسها بطريقه صحيحه، فانا بعرف الناس فكرها عامل ازاي في الوقت ده، وبكلم اصحابي في ان انا بستشيرهم في حياتي تبعي، او احسن حاجه بستفاد منها لما ببقى متضايقه وبكلم صاحبتي وبتهون عليا. يعني السؤال الثالث، هيحصل ايه لو اختفى الفيسبوك من حياتك؟ حياتك هتتاثر ازاي؟ طبعا الفيسبوك لو اختفى من حياتي طبعا هتبقى تحصل مشكله كبيره، لان انا بحس ان هو يعني زي ما قلت ان هو حاجه مهمه ومش هقدر استغنى عنها، وكمان بيخلينا نتواصل مع اصحابنا اكتر، بيخلينا نعرف اخبار، بيخلينا نشوف احداث البلد ايه اللي بيحصل فيها، بيخلينا نشوف اراء مختلفه غير اللي انا مثلا رايي. فطبعا انا شايفه حاجه مهمه ومش هقدر استغنى عنها. لو اختفى من حياتي هتأثر أكيد في أول الأيام، علشان أنا اتعودت عليه، بيبقى هو حياة تانية مع الحياة بتاعتنا، بيكون فيها كل واحد بيتكلم عن نفسه، بس بعد كده هتعود، لأن أنا هرجع للحياة الاجتماعية اللي في الأصل اللي في الحياة نفسها، وهتعامل مع بابا وماما أكتر من إن أنا بس إن أنا ممكن أكلمهم على الفيس، إنما لما أتعامل معاهم وجها لوجه هيفيدني أكتر، وهنفذ بقى اللي اتعلمته من الفيسبوك في الحياة الإلكترونية على الأرض، إن أنا أتحاور مع الناس أكتر وأبقى أعرف أتكلم معاهم وأعرف آرائهم. معلومة بطريقة سريعة، وبعض ساعات بتربط بعض العلاقات الاجتماعية في كافة الدول، طب تستفاد بعضها، تمام؟ يعني أي حاجة بتنتشر في أي مجتمع بتلاقيها موجودة في المجتمع المصري بكل حال، لكن ليها طبعًا مفيش حاجة، أستاذ محمد، مفيش حاجة ليها آثار إيجابية فقط، لكن ليها آثار سلبية، آثار سلبية بالذات على الأطفال. عكس استخدام النت وشبكات النت والكلام ده التواصل الاجتماعي، الطفل لو استخدمها بتسبب له نوع من التوحد، مرض التوحد، وبدا ينتشر كتير جدا بدا الاطفال. يعني الطفل بقى تلاقيه ماسك الموبايل انعزل عن العالم اللي حواليه، لذلك دايما بندعو دايما الامهات والاسر، اتفضل اسمعي، ندعو الامهات والاسر دايما ان هم يقللوا من استخدام الاطفال
للنت وشبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي عملت نوع من العزلة يعني، وساعد برضه في بعض الأحوال على التكيف الأسري. يعني دلوقتي كل حاجة في المجتمعات، بتلاقي المجتمعات المدنية بالذات كل حاجة عايز بتبعتها من، تلاقي الناس كل واحد ماسك الموبايل بتاعه داخل الأسرة، اللمة بتاعت الأسرة بدأت تنعسل. فهي ليها تأثيرها السيء أو السلبي. وده طبعا زي ما اقول لك دايما الاستخدام الموبايل ده مفيد جدا، لكن حسب استخدامي انا الشخصي. تمام، ممكن استخدمه بطريقه جيده وممكن استخدمه بطريقه سيئه. تمام، لذلك لازم فيها توعيه، بمعنى ان انت بتشوفي ايه فوائد اللي ممكن تستغليها من هذا من الوسيله دي. تمام، وايه الاضرار اللي ممكن لو انت تماديت فيها. تمام، لذلك دايما بقول الوسط في كل شيء. يعني ما ينفعش ان انا كل حياتي اعيشها على التويتر والفيسبوك والكلام ده والانستجرام. لا، انا لازم يكون في جانب اجتماعي في العلاقات الاجتماعيه، الجانب الاسري ده لازم. ففي ناس بتأفور بتستخدمها بطريقه كبيره، بطريقه تخلي ان الانسان اللي قدامك يعني لما تلاقي اسره كده كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، ده يبعت لي ده صوره وده مش عارف ايه والكلام ده. القعده الاسريه اللي فيها الالفه الاجتماعيه دي بدات تقل شويه. فاحنا دايما بندعو الشباب او ندعو كل الفئات العمريه المختلفه الاستخدام الامثل لشبكات التواصل الاجتماعي، واستخدامها بالطريقه المفيده. يعني ما استخدمش مثلا، في ناس بتستخدم فيسبوك في مثلا في تبادل الثقافات، في تبادل الخبرات، في ناس بتستخدمه في حاجات غير اخلاقيه او حاجات غير مفيده. فبقول لك دايما ده لا يعتمد دائما على التوعيه. وندعو دايما ان يعني يا ريت وسائل الاعلام توعي الشباب توعي الاسر باهميه الاستخدام الامثل للتواصل الاجتماعي، بتزرع الشعاعات. يعني ممكن تعمل، اقول لك ايه، ممكن حاجه كده في صغيره ممكن تكون شائعه تصير بلبله داخل المجتمع. تمام، وهي ليس لها اساس نفسي. فللاسف الشديد لازم يكون في رقابه على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي بصفه عامه، على اساس ان هي بتساعد على بعض ساعات بلبله وعدم امن وامان في المجتمع، لكن وبعض ساعات بتساعد على حاجات كويسه. كل شيء حسب الصلاة. أكيد. تمام. توجهنا إلى السيدة صفاء محروس مديرة المدرسة ومعلم خبير اللغة العربية بالسؤال، ما هو تأثير الفيسبوك على استخدام الشباب للغة العربية؟ في البداية حضرتك بتسألي عن أثر الفيسبوك كوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة العربية. طبعا الحديث في هذا الموضوع بيعتبر حديث ذو شجون، وانا بصفتي قبل ان اكون مديره معلمه لغه عربيه وتربيه اسلاميه بالتاكيد سوف انحاز للغه العربيه. اللغه العربيه لغه القران الكريم، اللغه العربيه لغه اهل الجنه، وطبعا لها مزايا كثيره عن سائر اللغات، لكن ربما كان قدر اللغة العربية أن تصل إلى ما وصلت إليه. وأذكر قول الله عز وجل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين، فإنه بذلك قد حفظ اللغة العربية من الضياع. واللغة العربية بين اللغات لها قيمتها العظمى، وصدق حافظ إبراهيم شاعر النيل حينما قال أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها زينة للعقل. هذه بعض يعني إشارات إلى أهمية اللغة العربية بصورة مختصرة. لكن عندي سؤال حضرتك عن أثر يعني الفيسبوك كوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي للغة العربية.
أولا لا نستطيع أن نقف ضد التيار بأي شكل من الأشكال. الفيسبوك أصبح وسيلة تواصل رضينا أو لم نرضى، لها انتشار واسع على جميع أو في جميع أنحاء العالم شرقا وغربا. الكثير وربما معظم البشر في العالم يستخدمون الفيسبوك، حتى الغير مثقفين أو الغير متعلمين أصبحوا بيجيدوا استخدام هذه الوسيلة. أنا شخصيا كنت ضد استخدام الفيسبوك إلى فترة قريبة، ولكن منذ أن قمت بعمل صفحة على الفيسبوك تقريبا من منتصف أكتوبر 2017، على الرغم من الأهمية البالغة كوسيلة تواصل بين الناس أو ربما يكون مصدر للثقافة والمعلومات، لكن استأتي جدا مما أراه من كتابات على الفيسبوك، يعني ساعدت في إهدار اللغة العربية أكثر وأكثر. فالكثير من الشباب خاصة ومن غير المتخصصين يكتبون بلغة رديئة جدا. الكلام ده فيما يخص مين؟ يخص الكمبيوتر. اما فيما يخص الموبايل طبعا انت طول النهار
عملوا كده، فاكيد اكيد في طلب على عينك يعني وجوه فضلا عن ارهاق الجسد عموما بسبب اطاله السبابه. السلبيات الموجوده دي كفيله ان اي حد يمتنع عنها. لكن ما اعتقدش ان يعني ما فيش من السهوله بمكان ان الانسان يقدر يمتنع عنها. على المستوى الشخصي انا يعني انا يصعب ان اسال عنه، ليه اسال عنه؟ لان انا بسببه في شق تعليمي بنزل حياه الناس، برفع ملفات الناس التعليميه. فهدفي من الدخول كده، هدفي ان انا انشر، فهيبقى من الصعب ان انا اتخلى عنه. هو في حاجه ممكن ما اتخلاش عنه، يعني اقيم شغله، يعني في نصائح انا بحب انصح بها الابناء والزملاء المعلمين على مستوى طبعا اللي هم يخصوني او الاخصائي على مستوى الاداره او على مستوى المحافظه او على كل من يشاهدني. يعني اهم نقطه في الحكايه دي كلها او النصائح اللي انا بحب اقولها، تذكر دوما انك لست وحدك اثناء السفر. يعني انت مش قاعد لوحدك، مش قاعد فيك مش معناها مش حد بشر معاك، مش شرط يكون اوضه فيها حد، مش قاعد فيك ان يكون في حد معين، في واحد فوق هو خالق، هو اللي خالق كل شيء، فمطلع عليك. عملت حاجه مش كويسه شايفك، عملت حاجه كويسه شايفك، وفي كل الحالات هو هيبدا يتعامل معاك، حتى ما تعاملش معاك في الدنيا تعامل معاك في الاخره. فان الله تعالى يود ويطلع على كل ما تخفيه، وهذا سيكون وازعا لك، يعني من ضمن الوازع الديني اللي عندك. كن على اطلاع على السلبيات وايجابات هذا الموقف، يعني حاول انت تعرف السلبيات فين وتتلاشاها او تتغاضى عنها او ما تقربلهاش، والايجابيات حاول تتدرب منها عشان تفيدك اكتر. يعني لو جينا في الناحيه الصحيه، حاول تحط برنامج ليك، مش كل يوم كده فيسبوك، مش كل يوم على طول تواصل معايا، خلي اوقات معينه بحيث ان انت ما تشدش عينك، ما تشدش نظرك، ما تضيعش وقتك في هباء مسور، علشان برضه ما يشتركش عن عدد. لان من ضمن المشاكل الشائعه وكمان في الدول الاوروبيه الانفصال عن العالم، يعني تلاقي الشخص او وصل لدرجه الادمان، وصل لدرجه الادمان في المنطقه، خلاص بقى هو الطبيعي بتاعه، ما بيعيش العالم مع حد، يتكلم مع حد بره يقول له اعجبني، كومنت، في الفاظ كلها اصطلاحيه لاصطلاحات الفيسبوك. يعني في النهاية أحب أقول إن الفيسبوك حاجة سلاح ذو حدين، لو استخدم بطريقة مش مضبوطة هي هتخش متاهات وأنت في غنى عنها، لو استخدمته استخدام صحيح ربنا هيبارك في وقتك وفي مالك وفي جهدك، وكمان هيديك المعونة في إن أنت تشغل فيها. لكل مجتمع ثقافته وعاداته وتقاليده وقيمه التي تختلف من مجتمع إلى آخر، ويجب أن يكون لدى أفراد المجتمع درجة من الوعي لكي تتم الاستفادة من الفيسبوك في تدعيم الروابط الأسرية والحفاظ على لغتنا العربية.